بسم الله الرحمن الرحيم. كل يومين ثلاثة يأتي سؤال أو اعتراض، كفاك تقسيما للمقسم. كلام يعني غاية في الإيش، يعني الرونق. هذا الكلام يدعو إلى الفتنة فاسكت عنه. ما هو الكلام؟ حينما أبين عقيدة أهل السنة والجماعة الأشعرية الذين هم سواد المسلمين، وحينما أدافع عنها، ما المطلوب مني؟ أن أسكت سكوت. ما المطلوب من الفريق الثاني؟ أن يتكلم. تقسيم للمقسم. إذا كانت تعرية الوهابية وهم الذين أورطوا الأمة بهذا البلاء الذي نحن فيه الآن، وجعل الناس يقتل بعضهم بعضا وسال الدم إلى الركب، إذا كان تعرية هذا الفكر الدخيل على الإسلام كان من الفتنة، فما هو درء الفتنة؟ وليت شعري هل توجه إلى الوهابية حينما أحكم فأفتوا بكفرنا قاطبة، وأن الناس المسلمين جميعا ما بين مشرك قبوري، عابد لصنم أو عابد لقبر أو مبتدع ضال في الأسماء والصفات أو مرجع إلى آخره في باب الإيمان. يعني هذا الذي قسم المسلمين جميعا وافترضوا كفرهم وضلالهم ورفض وتنكب لجميع المرجعيات التاريخية لأهل الإسلام ولجميع مدارس الإسلام ولجميع أسانيد الإسلام ولجميع كتب الإسلام، وافترض دينا جديدا بديلا يفترض أن المسلمين جميعا بلغويهم وأدبائهم وعلمائهم وفقهائهم ومتكلميهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأنه هو وحده الذي يفهم معنى لا إله إلا الله، وأن كل من يتجاوز فهم ابن تيمية للإسلام فهذا مبتدع. إذا لم يكن تعرية هذا واجبة فماذا؟ إذا لم يكن فعل هؤلاء فتنة، فهل فعله هو الذي يكون فتنة؟ لا يا أخي، أنت غلطان بالنمرة. يا من تقول لي لا تعري الوهابية، أنت مخطئ تمام الخطأ. وليتك تذهب إلى الوهابية حينما يكفرون المسلمين تنصحهم بتلك النصيحة. سؤال يا أخي، هل سألت أرأيتني مرة أقول عن الوهابية كفار؟ إذن أنا أقول هم من أهل القبلة. طيب أنت الآن حينما الوهابية قالوا عنا كفار وبأريحية تامة وبدم بارد، هل قلت لهم لماذا تكفرون المسلمين وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما؟ أنت ترى طائر الوقواق قد فرق في دار أهل السنة وباض فيها كما في تسجيل خاص طائر الوقواق، وأخرج بيوض أهل السنة من العش واستبدلها ببيوض للوهابية، وسماهم أهل السنة وحكم على أهل الدار الحقيقيين بالكفر والبدعة والضلال، ولا ترى هذا فتنة؟ فالفتنة في الرد على هذا الكلام. يا أخواننا أرجوكم، أنا ما أطلب تكفير العدد يعني في صفحتي وفي المتابعين لي، المحبون كثير وأنا أحبهم وأحترمهم جميعا ولا يأتينا إلا محب. هؤلاء الذي يأتي ليعلق من أجل الإيذاء نحن لسنا بحاجة إليه ولسنا إلى متابعته. يوجد صفحات كثيرة يستطيع أن يمارس فيها هواية التعليق ويستطيع أن يرد ويفتح في صفحات يقول فيها ما يشاء، يعبر عن فكره الجمعي هذا لجمع الكلمة للمسلمين. لا يا أخي، لو رأيتني أتكلم في الحنفية مثلا، ونحن في لاحق لي أن أتكلم فيه، في الشافعية مثلا أقول نعم والله تفريق المسلمين. لماذا؟ لأن الشافعية أخواننا يا شباب، أهل السنة ما في فرق بيننا وبينهم. المالكية كذلك أكون ظالما إذا تكلمت فيهم. الحنابلة نفس الشيء. طيب هذا الذي يفترض كفر وبدعة وضلال جميع أهل الإسلام، وأنت تريد من لهذه الحشرة الضارة وهذا الخلية السرطانية أن تبقى مستمرة في وسط المسلمين، ترى هذا ليس فتنة، وترى دعاء كلامي عليهم هو الفتنة؟ لا، انقلبت الموازين عندكم، الموازين انقلبت عندكم. طبعا هذه الطائفة ليست من طائفة طلاب العلم، وغالبهم هؤلاء ممن يكتب الضاد بعصا والتاء المربوطة يجعلها مبسوطة، أما الهمزات لم يسمع بها في آبائه الأولين، ثم يأتي ليعلمنا ماذا نفعل، ما هو فتنة وما ليس فتنة. لا يا أخي، اعتراضك علينا من الفتنة.
لأننا نحن نزيح الأذى عن طريق المسلمين، وإزاحة الأذى عن طريق المسلمين من قربات من 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 إيش من من الإيمان، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خصال الإيمان علىها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق. بس إحنا أخذنا إماطة الطريق يعني الوسخ، ماشي الوسخ هذا أنت تعمله، وهذا مطلوب أيضا أحمله، أيضا أيضا أحمله أنا، هذا ظاهر النص مطلوب. والثاني ما هو؟ الأذى الأخطر، وهو ماذا؟ صرف الناس عن الكتاب والسنة إلى معاني بعيدة عن الكتاب والسنة بحجة اتباع الكتاب والسنة تماما، هي الخلية السرطانية. الخلية السرطانية ما تفعل؟ تأتي شكلها خلية سليمة، تدخل في وسط الخلايا السليمة فتأتي تفسد وتفرخ وتقتل الإنسان بعد ذلك. نعم، فالقضاء على الخلية السرطانية ليس من الفتنة، الفتنة هو بقاء هذه القضية، هذه الخلية، وحسبنا الله ونعم الوكيل.